أحداث غير عادية في الألعاب الرياضية، شاهد ما حدث أمام الكاميرا. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. عالم الألعاب الرياضية مليء بكثير من الأحداث، والتي تكون محرجة أو مضحكة أو حتى إنسانية ورائعة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أحداثا غير عادية في الألعاب الرياضية حدثت أمام الكاميرا. لنبدأ. هنا وفي مباراة الهوكي كما ترون، قام هذا اللاعب بإيقاع خصمه بهذا الشكل ما أدى إلى طرده، لكنه كان متعصبا جدا، وعند دخوله للبوابة وضع العصا بهذا الشكل ليرتطم بها ويقع أرضا بطريقة محرجة جدا. في ملعب كرة السلة هذا، وكما ترون هذا الاستعراض الغنائي والراقص من هؤلاء الفتيات، فريق الخصم يقوم بحركات وهؤلاء يحاولون تقليدهم، لكن شاهدوا كيفية رقصهم الفاشلة والتي تبدو مضحكة للغاية، يبدو أنهم لا يجيدون الرقص أبدا. في هذه المباراة لفريق برشلونة، بينما يجلس ميسي وأطفاله وسواريز عند الجماهير لمشاهدة المباراة بسبب إراحتهما، ابن ميسي يبدو أنه يشجع الفريق الخصم. شاهدوا تعبير وجهه عندما أتت هجمة للفريق الخصم ولكنها لم تدخل هدفا، لكن انظروا إلى ردة فعل هذا الصغير. هنا لاعبة التنس الدولية، بينما هي تمشي قد رفع فستانها بهذا الشكل، ولكنها عندما شاهدت نفسها شعرت بالإحراج الشديد من هذه اللقطة، وهي الآن تحتسي مشروبها وتشعر بالخجل. في أثناء سباق المئة متر هذا، وكما ترون وعند انطلاق اللاعبين بهذا الشكل، واصل هذا اللاعب الأزرق تقدمه إلى أن وصل للنهاية، فشاهدوا كيف فاز بهذا السباق، ولكن عند ركضه أتت هذه الفتاة لتعطيه الورود فارتطم بها بهذا الشكل وكاد أن يوقعها، لكن لحسن الحظ لم تتأذى وقام بالإمساك بها. في هذا السباق، وبينما ظن هذا اللاعب ذو الزي الأبيض أنه الفائز يقوم بتحية الجماهير، لكن أتى هذا اللاعب من خلفه ليفوز بالسباق متقدما عليه بخطوة صغيرة جدا. حاول بالمرة القادمة لا تحتفل قبل أن تتخطى خط النهاية. هنا لاعب كرة السلة هذا يوجه ضربة بهذا الشكل إلى السلة، ليقوم أحدهم برمي الكرة بهذا الشكل لترتطم بوجهه ويقع على الأرض، وبطريقة مضحكة زميله يقوم بعمل استعراض للإسعافات الأولية بهذا الشكل المضحك للغاية. هنا في مباراة كرة القدم الأمريكية هذه، وكما ترون يقوم هذا الرجل الكبير بالعمر بعمل مقابلة صحفية. انظروا إلى عمر هذا الرجل الكبير على هذه اللعبة، والغريب هنا أنه يحاول التودد إلى هذه المذيعة ويريد أن يحاول تقبيلها. تكريما لهذا الشخص تم جلبه على البساط الأحمر داخل مباراة الهوكي هذه، وعند تمشيه على البساط الأحمر بهذا الشكل وصل وحي الجماهير بهذه الطريقة، ومن ثم أتى ليأخذ ضربة البداية، وعند ذهابه بهذا الشكل وقع عن السجادة الحمراء وتزحلق بهذا الشكل المضحك. يبدو أنه أصيب بحرج شديد. في مباراة كرة الطائرة هذه، وكما ترون ضرب لاعبو الفريق الأحمر الكرة بهذا الشكل ظنا منهم أن الكرة خرجت وفازوا بهذه النقاط، لكن هذا اللاعب أكمل الكرة بسرعة وعادها إلى الملعب ليضربها زميله بينما هم يحتفلون ليفوزوهم بالنقاط. حسنا، لا تستعجل الاحتفال بالفوز قبل أن تنتهي اللعبة.
في مباراة كرة السلة هذه أتت الكرة إلى هذا اللاعب قبل أن تخرج من الملعب، وبالفعل قام بإنقاذها، لكنه سقط عند الجمهور بهذا الشكل ووقع بينهم. لحسن الحظ لم يتأذى أحد. في مباريات القتال UFC يجب توزين اللاعبين واللاعبات دون أي ملابس، فيجب عليهم قلع الملابس تماما حتى يتم توزينهم بشكل دقيق. لكن كما ترون هنا وقعت قطعة القماش هذه والتقطت الكاميرا أجزاء من جسم الفتاة. في ألعاب التزلج الاستعراضي أثناء تكريم هؤلاء الفرق والذين فازوا بالمراكز الأولى، شاهدوا كيف صعدوا على المنصة بهذا الشكل لكنها لم يكن بها متسع كافي، فانظروا إلى هذا الشخص القصير بالمنتصف كيف قاموا برفعه بهذا الشكل حتى يبدو طويلا مثلهم. موقف مضحك حقا. هنا كما ترون لاعب التنس يحاول التخفيف عن نفسه بأن قام بعمليات إحمائية بالقفز بهذا الشكل. يبدو أنه عندما خسر تعرض لبعض الانزعاج ما أدى إلى أن قام بهذه الحركات للتخفيف عن نفسه. في مباراة كرة السلة هذه وأثناء هجوم هذا الفريق تم إيقاف هذا اللاعب ذو اللحية بسبب أن الخصم قام بضربه بعينه دون قصد أثناء إيقافه، وكانت ردة فعله أن ضرب الكرة بالأرض فعادت إلى وجهه لترتطم به مباشرة. موقف محرج حقا. هنا يقوم هذا اللاعب بتصوير هذا الفيديو بعد مباراة البيسبول بينما يقوم أصدقائه وزملائه بكنسه وتنظيفه بهذه الطريقة الغريبة، ما أدى إلى موقف مضحك للغاية. شاهدوا ماذا فعلوا به. هنا المتسابقون يجتمعون بغرفة واحدة بهذا الشكل، وبينما هذا الشخص صاحب الكرسي عاده مجددا إلى زميله، لكن عند وقوفه قليلا الشخص الذي خلفه قام بسحب الكرسي ما أدى إلى وقوعه أرضا بهذا الشكل المضحك للغاية. في هذه المباراة للتنس وبينما يستعد رافائيل نادال لضرب الكرة، تأتي حمامة صغيرة وتقف على الشبكة بالمنتصف وترفض الخروج من الملعب الترابي. يحاول هذا الطفل أن يبعد الحمامة لكنها ترفض وتنزل مرة أخرى إلى الملعب. يبدو أنها تريد أن تشارك بهذا الحدث الرائع لمباراة كرة التنس. حسناً، يمكنك المشاركة ولكن ليس بهذا الشكل. بينما لاعبة التنس الجميلة هذه تستعد في هذه المباراة، يأتي صوت من الجماهير ويقول لها: صوفيا، هل تقبلين الزواج بي؟ فصمتت قليلا هذه اللاعبة الحسناء وقالت له: كم من المال تملك الآن؟ يبدو أن ردها هذا قد أسكته بالفعل. يبدو أن هذه السيدة في وسط الملعب تحاول الغناء، لكن يبدو أن لا أحد معجب بصوتها. انظروا إلى ردة فعل الجماهير والتي تطلب منها أن تخرج من الملعب، إنها تصرخ ولا تغني. بينما هذه الفتاة تستلقي هنا بهذا الشكل وتستريح من السباق، يأتي أحد الجماهير ومعه أكواب ماء بهذا الشكل ويقوم بسكبه عليها. شاهدوا ردة فعلها وما حدث لها. في مباراة كرة السلة هذه يتحدث اللاعبون مع بعضهم البعض، ويبدو أن هناك نقطة خلاف هنا، ما أدى إلى أن هذا اللاعب قام برمي التيشيرت الخاص به بوجه هذا اللاعب. هنا اللاعب كيفين دي بروين يسجل هدفا رائعا على هذا الفريق في مباراة الذهاب، ولكن في مباراة الإياب وقع بهذا الشكل، ما أدى إلى أن قام اللاعب الخصم بخطف الكرة منه والجري بها. هذا اللاعب هنا يحاول شرب القليل من الماء، ولكن كيف ستستطيع هذا وأنت على فمك توجد كمامة؟ يبدو أن الماء يتسرب داخل هذه الكمامات القماشية.
إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.